وللحديث عن الاتهامات بوجود فساد في قطاع الكهرباء بالعراق ومسؤولية الأحزاب السياسية عنه، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور هلال. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كما تابعت معنا دكتور، التقرير لوكالة أسوشيتد بريس يؤكد أن عقود الطاقة هي من أهم مصادر الفساد المتفشي في العراق. السؤال عن توقيت هذا التقرير على أبواب الانتخابات الجديدة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها ولمشاهدي قناة الرافدين. قضية الفساد المنظم في العراق واستغلال أزمات وحاجة المواطن العراقي الخدمات العامة وخاصة الكهرباء بالذات، لأنها بوابة سرقة كما تفضلتم وتفضل التقرير بشكل دقيق، لأنها هي بوابة سرقة منظمة بدأت بعد 2003، وكل معاناة الشعب العراقي خلال الفترة الماضية في هذا القطاع هي مدروسة ومبرمجة بشكل واضح، لأن العامل الأساسي لتمويل الأحزاب هي سرقة المال العام، وسرقة المال العام تأتي بعدة طرق، وأهم طريق لها هي العقود، ومن ثم المدارات الجارة إيران في هذا القطاع بالذات. أكثر المستفيدين من أزمة الكهرباء في العراق هي إيران، وبما أن الأحزاب التي تعمل فيها العراق هي إيرانية المنشأ والهوى والولاء، فبالتالي لاحظ نحن في الجانب الهندسي نعرف بأنه كل الدول النفطية بالعالم تعتمد على النفط ومخلفات النفط وفي توليد الطاقة الكهربائية. أما في العراق بعد 2003 حولوا معظم محطات الطاقة والمولدات الطاقة إلى المحطات الغازية التي هي تستورد الغاز من إيران بشكل أساسي، لهذا السبب أنشأت هذه المحطات. احنا في العراق نستخدم الهيفي فيول أويل، ومعروف هذا الكلام. الجانب الثاني، كل الوزارات العراقية تخضع للمحاصصة الطائفية، والأغلى ثمن هي وزارات محددة يعني تتقدمها النفط، ومن ثم وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى الدفاع، هذه الوزارات الأغلى ثمنا. نعم. عند المحاصصة. وكلنا نعلم دكتور، يعني من الملاحظ أيضا أنه ما تفضلت به أجاب عن السؤال التالي، لكن أنا سأقوم بطرحه لأن المسألة تتعلق بسلوك حكومي يعني غريب في الحقيقة خلال السنوات الماضية. الحكومات المتعاقبة تحدثت كثيرا عن سعيها لمكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، وهي تقر بأن الفساد في هذا القطاع عريض وكبير جدا، لكن على الرغم من ذلك لم نرى أي حلول ومساعي لحلول حقيقية في هذا القطاع. لماذا برأيكم؟ طريقة الحكم في العراق بعد التولي الأحزاب المافيوية على العراق هي طريقة المافيات، وكل المشاركين لهم نصيب في هذا الفساد المنظم. كل جهة حزبية أو فئوية تمتلك وزارة أو تعتمد على وزارة من الوزارات للسرقة وأبواب السرقة، فبالتالي طالما أن الجميع مشتركون في عمليات سرقة الدم العراقي والجهد العراقي والمال العراقي فلا أحد يحاسب أحد. غياب القضاء العراقي الذي غيب تماما ونعته جماهير العراق منذ فترة طويلة، لا يوجد محاسبة للفاسدين، الكل تنادي بالإصلاح ومحاربة الفساد والكل فاسد. يعني القاعدة العامة، إذا كان الذي يحارب الفساد فاسد فدعوة المحاربة هي دعوة حقيقة مضحكة، وكلنا نتذكر ماذا قال وزراء الكهرباء ورؤساء الحكومات، مثل 2013 سوف نصدر الكهرباء للخارج، وفي كذا مش عارف ايش، والامور لا تزال هذا مسلسل الكذب ومسلسل الفساد جاري، لأنه الكل مشترك في هذه الجريمة، فبالتالي لا أحد يستطيع أن يحارب هذا الفساد، لأنه الفساد
من يدعي المحاربة هو الفاسد، والتستر على الفاسدين هو حقيقة ديدن النظام الحكم في العراق، وهذا يشمل كل الوزارات الأخرى. يعني نعم. نحن لاحظ أن العقود في وزارة الكهرباء لم يدققها أحد، ولم تخضع للمعايير الدولية ولا للمقاييس الدولية ولا للاعتبارات ولا للجدول الزمني ولا المواصفات العلمية الدقيقة التي يحتاج العراق في ظروف خاصة. نحن في قطاع الهندسة عملنا على إصلاح قطاع الكهرباء في 1991، نعم، وشاركنا في إعمار المحطات الكهربائية، وكان الأمر معروف في خلال فترة قصيرة عدنا نشاط الكهرباء المحطات الكهربائية إلى طاقتها رغم ظرف الحصار وما إلى ذلك. فهل يعجز ربما ما تفضلت به دكتور هلال لخصته صحيفة ليبراسيون الفرنسية عندما قالت بأن هناك دولتين متوازيتين في العراق، واحدة بحكومة ضعيفة والأخرى قوية تدار تحت نظر الميليشيات، وهذا مع الأسف يبدو واضحا في كثير من القطاعات والملفات في العراق ومنها قطاع الكهرباء الذي نناقشه في هذا المحور. لكن كيف تقبل الحكومة الضعيفة أن تدار بهذه الطريقة وأن يكونوا شهود زور على هذه المرحلة وفي هذه البلاد؟ ليس الضعفاء، هم شركاء في الجريمة المنظمة، وهم يعرفون مفاصلها وطريقة السرقة وطرق السرقة ومن المستفيد، لكن هم شركاء. أنا قلت لك أن حكم طريقة الحكم في الوزارات العراقية بكل هي طريقة حكم المافيات، وكل العصابة تستلم وزارة من الوزارات، وهناك تراضي وغض بصر عن كل الجرائم المرتكبة علنا. هناك جريمة ترتكب، خلينا نقول اختلاس لا تعلم به الدولة، وهناك اختلاس بإدارة الدولة، وهناك هذا فرق كبير جدا. الكل يدعي النزاهة والكل يعرف أنهم بعيدين عن هذا المسمى. لاحظ المبكي في العراق أن كل الأحزاب التي أتت إلى العراق تنادي بأقدس مسمياتها، اتخذت مسميات مقدسة بأقدس الأسماء وأفرغتها من محتواها الوطني والديني والأخلاقي والقيمي والمجتمعي وإلى ذلك. نعم. لاحظ هذا التصرف الآن لما نقول حكومة ضعيفة نقر بأن هناك حكومة، نحن ليست لدينا حكومة، والولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت بهؤلاء هي تعرف جيدا أن هؤلاء ليس لهم القدرة على إدارة الدولة، وبالتالي سيعملون لصوص الذي عمل عميلا للمحتل الأمريكي أو الإيراني ودليلا للمحتل على بلده، هذا لا يعمل بلد. نعم. يعني هذا مقياس عام، ولهذا السبب حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على إبقائهم في العراق وتدافع عنهم وتحميهم لحد الآن، لأن الهدف الأساسي هو جعل المواطن العراقي يدفع ثمن المواقف التي يعرفها جميع المجتمع العراقي القوي المتماسك الذي ينكر كل هذه المسميات والأحزاب التي أوصلته إلى هذا الحال المظلم. وبالتالي هذه الحماية الأجنبية للعملاء في العراق لأنهم أتوا بهم لتنفيذ أهداف محددة، هذه الأهداف تنفذ بدقة من قبل هؤلاء. لاحظ ليس على مجال الكهرباء، على مجال الدفاع وعلى مجال الداخلية والأمن والصناعة والنفط. يعني الميليشيات الآن التي تتحكم في ملف العراق في كل ملفات العراق لها اليد الطولة في كل ما يجري في العراق، وخاصة الوزارات التي فيها عقود. نعم. شكرا. وبشكل واضح. نعم، شكرا لك دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان.